الله يسعدك، شلونك اختي؟ ان شاء الله بخير. اهلين اخي، الله يسعدكم، طمنونا عنكم. الله يطمن بالك. الله يكرمك يا عمي. نعيمان، الله ينعم عليك. عبد المعلم، ما شاء الله. الله ينعم عليك. الله الحفظ. الله الله. مين عامل هذا الخبر كله هيك حوالي الخيمه؟ والله هذا زوجة العيله هي، الحمد لله. ابو ايش؟ ابو دحام. ابو دحام وام دحام؟ لا، ام عبد الله. عبد الله ام عبد الله الزوجه الثانيه. معناتها في ام دحام. اي نعم، ايوه. نعم. هون حطنا الجمال. نعم. اختي ام عبد الله كيفك؟ الحمد لله منيح. انت اللي عامله هذا الرتاب؟ والله عاملته يا خاي، من الملل من الهاي بتعرف، مستلة فيهم. وهلا قلب الخيمه هيك نظيف كله ما شاء الله، وخارج الخيمه واطراف. كم سنه صار لكم متزوجين انت وعمي ابو دحام؟ والله الزيجه التالي هي 3 سنوات. 3 سنوات؟ 3 سنوات. ما صار لكم كثير؟ لا، والقديمه هذيك صار هي شيء 40 سنه. 40 سنه. القديمه وينها؟ القديمه والله هلا مسافر بارمناز. مي هون؟ لا مي هون. هلا عايشين هون بس انتو وخالتي مع عبد الله؟ نعم، وفي بنت عم تشتغل مع جيراننا، طالع مثلا 30 ليره 40 ليره خيوه. بنتك انت؟ بنتي. نعم بنتي. ما شاء. نعم. الله بتشتغل بالفاعل؟ نعم، اي والله معمل مخلل هيك مشان يعني باليوميه. وانت كمان بتشتغل؟ انا بشتغل. ايش شغلك بالضبط هون خالتي مع عبد الله؟ والله بالمعمل. كم ساعه بتشتغلي في اليوم؟ والله نشتغل 7 يا 8. 7 8 ساعات. اي والله. كم يعطوكم يوميا؟ والله يعطونا يا 30 يا 27. يا 30 يا 27. اي هيك يعني. طيب هاي ال 30 انتوا بتكفيكم باليوم؟ لا والله، والله ما تكفينا. والله ما يكفينا بالنهار 30 دولار ما يكفينا. لا اله الا الله، بالله العظيم. مريض ليك ولا يحسن يشتغل. عليك ألف عافية. الله يعافيك. هاي إيدك من قبل هيك عمي ولا؟ والله مصاب بالأمور صارت أخي، ومصابة. عمي أم دحام؟ نعم. 40 سنة مع أم دحام. أم دحام؟ أم دحام نعم. و3 سنوات مع أم دحام؟ نعم. في فرق كبير بينهم؟ والله تقريبا يعني مو كثير شيء يعني نوعا ما. مع مين مبسوط أكثر؟ هون أريح. هون أريح؟ الطاعة الأكثر، الطاعة يعني. هون الطاعه الرجل بس اذا المره تطيعه كويسه بتصير حاله حياته كويسه. طيب هلا الامراه اذا طاعت الرجل بتبين له انه هي بتحبه؟ اكيد. طيب الرجل اذا بده يبين للمراه انه بيحبها شو لازم يعمل؟ بده على الاقل لها خيو، على الاقل يتصبع فيها ويعني يقول ماني شايف اجمل منك بكل نساء اشوفها. الله عليك، الله عليك. بيحكي لك هذا الحكي؟ ايه الحمد لله. ايه سؤال وجواب. تفضل. جاوبته ربحته، ما جاوبته خسرته. نبدا من عند خالتي ام عبد الله. أول شيء بدنا تعطينا إيجابية وسلبية بعمي أبو دحام. تفضل. إيجابية وسلبية، شغلة بتحبيها وشغلة ما بتحبيها بعمي أبو دحام. شغلة هيك فيه خصلة كثير منيحة. والله أبو دحام كويس كثير معي الحمد لله. طيب خصلة منيحة، هي خصلة بتقولي أبو هي الحمد لله أنها موجودة في أبو دحام، يعني مثلا كريم، بشوش، متفاهم، إيش؟ صح، كريم. كريم. كريم، بشوش، دين. دين. دين الحمد لله عنده كثير دين من. أيوة. ما شاء الله. أيه. طيب شغلة ما بتحبيها في عمي أبو دحام، هون لنشوف بقى. نعم نعم، هاي لازم تكون الواحد. أزم... هون لازم تكوني أنت هيك صريحة مشان يعرف عمي أبو دحام. صح. إذا جيتوا هيك بشغلة شيء بتعصب فورا، بده يعصب. عصبي. عصب. عصبي أنت عمي أبو دحام. على الخلاف. على الخلاف. أيوة. إذا صار خطأ يعني هيك. بيصير خطأ. خطأ مرفوض. الخطأ مرفوض. طب بلكي انت غلطت لك يا عم ابو دحام. اذا انت اخطأت اعتذر فورا. تعتذر فورا؟ أيوة. يعني بنقبل الاعتذار بعد الخطأ. أيوة. طيب جائزة خالتي مع عبد الله الاولى، تفضلي لصراحتك طبعا لانه حكيت لنا شغله مو منيحه. طيب سؤال لعمي ابو دحام، ايش كنت بتشتغل قبل عمي ابو دحام؟ والله يا ابن اخويا انا عندي ارضيات هنيك، وفي عندنا كم نصب زيتون والله وحياتنيك، وكان عندنا شيء 20 نعجه هناك. ما شاء الله. نعم. طيب خلينا نسالك شيء بخص الغنم. نعم تمام. نعم. سؤالنا الأول عمي، الغنمة بعد كم شهر بتبلش تعطي حليب؟ بالنسبة يعني للحمل العشار وما أدراكم هيك، أيمتى بتعطيك حليب؟ تعطي حليب بعد ما تولد. بعد ما تولد؟ بعد ما تولدها خيوه. تمام. نعم، يعني بتتلقح مثلا اليوم بعد 6 شهور تولدها خيوه، بعدين بتعطيك حليب. بعدين تعطيك حليب. كم شهر بتعطيك حليب؟ بتعطيك حليب شيء 3 شهور إذا في المرعى كثير يعني بتشبع. إذا كان المرعى كثير. نعم. 3 شهور بتعطيك. نعم نعم. والخروف بده. خلص هذا سؤالنا. 3 شهور. برافو عليك، تفضل. هاي جائزتك الأولى. طيب سؤال رجع لخالتي مع عبد الله. خالتي مع عبد الله، إيش أطيب أكلة بتعرفي تطبخيها؟ الحمد لله كل أكلي بعملها. كيف أكلها بالله؟ صدقني يا ابن أخويا أشبع الأكل على طبخها. الله. أكثر وين ما أكلت صدقا بدون مجاملة صدقا يعني عدو المؤاخذة. طيب. مرة من المرات أخي نبغى ناكل مزحت معها وبنتي وابني باركين معنا، قلت لها الله يخرب بيتك يا أم عبد الله شو تطبخين طبخ لما بدي تفجر قد ما أكل. المحشي بعمله أكثر شيء ينجكتي هو طبخاتي كلهم بس المحشي. طيب طيب سؤالنا، ليش اليلنجي سمي يلنجي؟ لأنه بزيت عن اللحمة. لأنه بزيت عن اللحمة. برافو عليكي. أساسا كلمة يلنجي بالتركي يعني الكذب، الكذاب. صح. تمام. أيوة. فهي كذابة، هي تبين أنها يبرق بس مو يبرق. أيوة أيوة. إحنا نقول له هون مش م...
محشي كذابي. محشي كذابي. كذابي. يلا نفسه. احنا ويقولوا له يلا نجي. ما شاء الله. الله يعطيكم الف عافيه. الله يبارك فيك عمي عبد الحام، ان شاء الله هيك الله بيرزقكم سنين حلوه انت وخالتي مع عبد الله. ان شاء الله. ونشوفكم بعلى المراتب ونجي نزوركم في الضيعه وناكل اكله يبرع من ايدين خالتي مع عبد الله. ان شاء الله زورونا هون بعمل لكم والله. لك الله يسعدك. خلص وعد رح نجي وناكل يبرع على راسي. الله يسعدك. عمي انت خلط جبهه. برافو عليك. انت والله بطل صدقا بالله.